اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. نتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا، ونذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم كافة الإشعارات. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اليوم أعزائي المشاهدين، سنعرض عليكم الأنبياء المكرمين جميعا بالترتيب بالأدلة القرآنية والتسلسل الزمنية، عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. اختلف العلماء في تحديد عدد الأنبياء والرسل، لكن القرآن الكريم ذكر فقط 25 رسولا ونبيا، 18 نبيا منهم ذكروا في سورة الأنعام، والباقي في عدة سور متفرقة. وقد تم ذكر بعض الأسماء البارزة في السنة النبوية الشريفة مثل الخضر عليه السلام ويوشع بن نون، ولم يؤكد تماما إذا ما كانوا أنبياء أم عبادا صالحين ذكروا في القرآن الكريم والسنة. نبدأ بأول بشري على وجه الأرض، آدم عليه السلام. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. آدم عليه السلام هو أول نبي أنزل على هذه الأرض، وهو أول الخلق. وردت قصته في سورتي البقرة والأعراف. خلقه الله تعالى من تراب، ثم نفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة والشيطان أن يسجدوا له. 2. إدريس عليه السلام. قال تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. كان أول نبي بعث في الأرض بعد سيدنا آدم، عاش 865 سنة مع اسمه المكرس، وهو أول من خط بالقلم ورفعه الله عليا إلى السماء الرابعة. 3. نوح عليه السلام. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. لقب بشيخ المرسلين، رسول من أولي العزم. ذكر سيدنا نوح عليه السلام في القرآن الكريم في عدة سور، وتوجد سورة كاملة باسمه. 4. هود عليه السلام. قال الله تعالى: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. عاش هود عليه السلام 464 عاما، أرسله الله إلى قوم عاد كانوا يتمتعون برخاء وفضل من الله، لكنهم لم يؤمنوا به، فأرسل الله لهم هودا ولكنهم كذبوا فأهلكهم بريح صرصر عاتية. 5. صالح عليه السلام. قال تعالى: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. أرسل الله النبي صالح عليه السلام إلى قوم ثمود التي كانت تسكن بالحجر، أي بين السعودية والأردن، وكانت بلادهم تتمتع بالتمدن والبنيان، ولكنهم كانوا جاحدين بنعم الله وتوحيده. 6. لوط عليه السلام. قال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين. أرسل الله سيدنا لوط ليدعو قومه أهل سدوم إلى عبادة الله، وأن يعودوا إلى فطرتهم السليمة التي خلقهم الله عليها. 7. إبراهيم الخليل عليه السلام. قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. لقب بأبي الأنبياء وبإبراهيم الخليل لأن الله اتخذه خليلا دونا عن باقي الأنبياء، اتخذ الله إبراهيم خليلا، وهو أحد الرسل أولي العزم الخمسة. وتوجد سورة في القرآن الكريم باسمه تقع في الجزء 13. 8. إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. هو ابن سيدنا إبراهيم من زوجته السيدة هاجر، وصفه القرآن بالحليم في الآيتين، وهو أول من تكلم اللغة العربية. 9. إسحاق عليه السلام. قال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هو ابن سيدنا إبراهيم من زوجته سارة، وكانت الملائكة قد بشرت السيدة سارة بغلام عليم وهي طاعنة في السن. 10. يعقوب عليه السلام. قال تعالى:
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقال له أيضا إسرائيل، هو والد سيدنا يوسف عليه السلام، وقد أصيب بالعمى عندما فقد ابنه يوسف وأرسله الله نبيا لبني إسرائيل. 11 يوسف عليه السلام. قال تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هو ابن سيدنا يعقوب ولقب بالصديق، كما سماه النبي عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام أجمعين. سيدنا يوسف أوتي شطر الجمال، وتوجد سورة في القرآن تحمل اسمه. 12 شعيب عليه السلام. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. أرسل الله سيدنا شعيب إلى قوم مدين فدعاهم إلى عبادة الله وحده وأمرهم بالعدل ونهاهم عن الظلم، فكانوا لا يوفون الناس حقوقهم وينقصون المكيال كما كانوا يعبدون الأيكة، إلا أنهم رفضوا وأصروا على استكبارهم وجحودهم بالله. 13 أيوب عليه السلام. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. كان أيوب عليه السلام كثير المال واسع الغنى، رزقه الله بذرية كبيرة، ثم ابتلاه الله كسائر الأنبياء، ولكن بلاءه كان في جسده فلا توجد بقعة من جسمه إلا وبها مرض. 14 ذو الكفل عليه السلام. قال تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. اختلف إذا كان ذو الكفل نبيا أم كان رجلا صالحا، ولكن على الأغلب بما أنه تم ذكره في سورة الأنبياء فتميل بعض الروايات إلى أنه كان نبيا. 15 يونس عليه السلام. قال تعالى: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. يونس بن متى له سورة في القرآن تحمل اسمه في الجزء 11، أرسله الله إلى قوم نينوى في العراق وهم أهل الموصل، فدعاهم إلى توحيد الله ونصحهم ووعظهم ولكنهم أصروا على كفرهم. 16 موسى عليه السلام. قال تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. موسى بن عمران عليه السلام لقب بكليم الله، شقيقه النبي هارون. أرسل الله سيدنا موسى إلى بني إسرائيل بكتاب التوراة وأيده بمعجزات عديدة عند مواجهة فرعون وأعوانه. 17 هارون عليه السلام. قال تعالى: هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. هارون بن عمران هو الشقيق الأكبر لسيدنا موسى، عاش مع سيدنا موسى وقت الفراعنة وتصدى لهم مع كان فصيح اللسان كما وصفه القرآن في سورة طه، كما أزر سيدنا موسى وشد عضده. 18 إلياس عليه السلام. قال تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون. إلياس بن ياسين من ولد هارون شقيق موسى عليهم السلام، ويسمى عند الإسرائيليين إليا، بعثه الله سبحانه لبني إسرائيل. 19 اليسع عليه السلام. قال تعالى: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. جاء اليسع عليه السلام بعد إلياس عليه السلام مباشرة لبني إسرائيل، ودعاهم أن يتمسكوا بمنهاج سيدنا إلياس وشريعته، إلا أنه قوبل بالرفض. 20 داود عليه السلام. قال تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. داود عليه الصلاة والسلام
ينتهي نسبه إلى سيدنا إبراهيم، هو نبي ورسول إلى بني إسرائيل، أنزل الله عليه كتاب الزبور في عمر 40. 21. سليمان عليه السلام. قال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. سليمان بن داود ينتهي نسبه إلى سيدنا إبراهيم، أرسله الله إلى بني إسرائيل، وقد اشتهر بملكه الواسع وسلطانه العظيم الذي لا ينبغي لأحد من بعده. 22. زكريا عليه السلام. قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ذكرت قصة سيدنا زكريا مفصلة في سورة مريم كما وردت في آل عمران والأنبياء. 23. يحيى عليه السلام. قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. آتاه الله الحكم والنبوة وهو صغير، استجابة لدعوة والده زكريا. آتاه الله الحكم وهو صغير، استجابة لدعوة والده زكريا. كان نبي يحيى عليه السلام ملازما للمحراب، عاشقا للدين والعلم، ورزق الحكمة وحسن العقل والترجيح. 24. عيسى بن مريم عليه السلام. قال تعالى: ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هو النبي والرسول عيسى بن مريم رسول الله، أرسله الله إلى بني إسرائيل ودعا قومه إلى توحيد الله، كما آتاه الله عدة معجزات في زمنه. 25. سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الرسل. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. خاتم النبيين والمرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام، الملقب بأبي القاسم، يتيم الأب والأم، أرسله الله إلى كافة البشر، وجعل طاعة رسول الله مقرونة مع طاعة الله في العديد من الآيات. ولد في 12 من ربيع الأول من عام الفيل. وبحسن الختام، نرجو أن يكون قد وفقنا الله سبحانه وتعالى في شمل جميع الأنبياء المكرمين بالدليل القاطع من القرآن الكريم، ولكن ذكر في الأحاديث النبوية الشريفة أنهم بالمئات، ولكننا ذكرنا أبرزهم الذين تم ذكرهم بالقرآن الكريم صلوات الله عليهم وأتم التسليمات. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، رب انصرني على القوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين.
رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم آمين. عزيزي المشاهد، اترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك، وأخبرنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا.